إذن مرحبا بكم أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات. إذن مرحبا في الجزء الثاني لدرس نموذج الذرة. وكما رأيتم معي في الجزء السابق أن الذرة تتكون من إلكترونات سالبة الشحنة ومن نواة موجبة الشحنة، وأن هذه النواة تتكون من نويات، وهذه النويات هي صنفين: بروتونات ثم نوترونات. عفوا، أن البروتونات هي ذات شحنة موجبة ونوترونات ذات شحنة منعدمة. وقمنا أيضا بحساب كتلة الذرة، وقلنا أن كتلة الذرة تساوي زاد في أم بي زائد أ ناقص زاد في أم أن زائد زاد في أم أ أم وان. وبعد إهمال كتلة للإلكترونات قلنا فقط أن كتلة الذرة تتركز في كتلة نواتها، فأصبحت العلاقة أم أتوم كتساوي زاد في أم بي زائد أ ناقص زاد في أم أن. وقلنا أيضا أن الذرة محايدة كهربائيا. هذا إذا بغيت تحقق لنا أن الذرة محايدة كهربائيا، يجب أن يكون عدد البروتونات هو في نفس الوقت عدد الإلكترونات. وتعرفنا أيضا على أبعاد الذرة، وقلنا باللي وقلنا أن الذرة شعاع الذرة هو أكبر بما يقارب 100,000 مرة من شعاع النواة. إذا في هذا الجزء سنتعرف على العنصر الكيميائي. نبدأه بالنظائر. ما معنى النظائر؟ النظائر هي ذرات لها نفس العدد الذري وتختلف باختلاف عدد النويات. إذا كان عندها نفس العدد الذري والنويات مختلفين، إذا العدد النوترونات هو اللي مختلف. عندها نفس العدد الذري وتختلف عدد النويات، أي تختلف في عدد النوترونات وتكون عندها نفس العنصر، رمز العنصر الكيميائي. شوف واحد المثال: عند ذرتين الكلور Cl 17-37 و Cl 17-35، هاد الذرتين وهاد العنصرين بجوج موجودين في الطبيعة، يختلفان في ماذا؟ يختلفان في هذيك أ. عندنا نفس زاد 17-17، الأول عنده أ 37 والثاني عنده أ 35، بمعنى أن الأول عنده 20 نوترون والثاني عنده فقط 18 نوترون. إذن كيختلفوا في عدد النوترونات، ويختلفون أيضا في الطبيعة بالوفارة، معنى التواجد ديالهم بالطبيعة كل عنده نسبة. مثلا هذا عنده نسبة والآخر عنده نسبة، مع المجموع ديالهم يشكل 100%. مثال آخر وهو الكربون. الكربون هو عنده ثلاث نظائر: عنده الكربون سي 12-6، كربون سي 13-6، والكربون 14-6. كما تلاحظون عندهم نفس العدد الذري زاد، ولكن يختلفون في عدد النويات. الأول عنده 12، الثاني 13، والأخير عنده 14 نوية. الآن لننتقل إلى الأيونات الأحادية الذر. في السلك الإعدادي درستم الأيونات بصفة عامة، سواء أيونات ديال الجزيئة سواء أيونات أحادية الذرة، ودرسوا أيضا أن الأيون ينتج عن ذرة أو جزيئة فقدت أو اكتسبت أيونا أو أكثر. الآن سنركز على أيونات خصيصا، وهي الأيونات الأحادية الذرة. هذه الأيونات الأحادية الذرة تنتج عن ذرة فقدت أو اكتسبت إلكترونا أو أكثر. واحد الذرة تتفقد ولا كتكتسب إلكترونات، فهذه الحالة نسموها أيون أحادي الذرة. هذه الأيونات الأحادية الذرة هي صنفين: الكاتيونات ناتجة عن ذرة فقدت. الذرة ملي كتفقد إلكترونات يعني فقدت شحن سالبة، لأن الإلكترونات عندها شحن سالبة، يعني فقدت شحن سالبة. إذا بقى عندها خصاص من الإلكترونات، بقى عندها شحن موجبة، هذه الساعة تسموها كاتيونات لأنها فقدت إلكترونان أو أكثر. مثل أيون الحديد Fe2+، في هذه الحالة هذا فقد إلكترونين يعني جوج بلس، Na+ في هذه الحالة فقد إلكترون واحد، إلى غير ذلك. والصنف الثاني من الأيونات وهو الأنيونات، وهو عكس الكاتيونات. الأنيونات هي كل ذرة اكتسبت في هذه الحالة إلكترونا أو أكثر. من اللي كتكتسب إلكترونات يعني ولا عندها فائض من الشحن السالبة، ولا عندها شحن سالبة أكثر. مثال
ايون الكلور ال موان يعني اكتسب الكترون واحد، هو هذيك ناقص واحد، و ايون الفلور اللي اكتسب لنا كذلك الكترون اللي هو اف اموال. الان ننتقل الى ثالثا العنصر الكيميائي، سنعرف هذا العنصر الكيميائي. العنصر الكيميائي يطلق اسم العنصر الكيميائي على مجموعه ذرات او ايونات لنواها نفس عدد البروتونات مهما كان النوع الكيميائي التي تتواجد فيه. انحفاض ديال هذا العنصر الكيميائي خلال تفاعل تنحافظ العناصر الكيميائية، أي أنه لا يحدث أي تغير في العناصر الكيميائية. العناصر التي نجدها في المتفاعلات هي نفسها في النواتج، سواء من حيث الشكل ديالها، سواء من حيث العدد ديالها، سواء من حيث النوع ديالها. مثال لكي نفهم هذا الانحفاض، مثلا عندي واحد تفاعل كيميائي وقع ما بين CuO زائد C اللي هو الكربون، كيعطيني CO2 زائد 2 Cu، يعني جوج CuO زائد C كيعطيني CO2 زائد 2 Cu. كما تلاحظون بالاحمر باللي العنصر الكيميائي ديال النحاس اللي هو Cu بقى سواء في المتفاعلات بقى في النواتج، سواء من حيث النوع ديالو Cu، سواء من حيث العدد ديالو في اليسار او في المتفاعلات كانوا عندي جوج ديال Cu، كذلك في اليمين بقاو عندي جوج ديال Cu. هذا معناه انحفاض العنصر الكيميائي نوعا وعدد. ننتقل الى فقره اخرى وهي التوزيع الالكتروني، ونبداه بالطبقات الالكترونيه. اذا الذرات تتكون من نواة تدور حولها سحابة إلكترونية. دابا الآن سنركز على الإلكترونات. هذه الإلكترونات هل هي تتوزع اعتباطيا بشكل عشوائي أو وفق طبقات أو وفق ماذا؟ هذا هو ما سنعرفه في هذه الفقرة. نبدأ أولا بالطبقات الإلكترونية. تتوزع إلكترونات ذرة على طبقات تسمى الطبقات الإلكترونية. الآن الإلكترونات تتوزع وفق طبقات محددة، تسمية لها الطبقات كالشكل على الشكل. أول طبقة تتوزع فيها الإلكترونات هي ك، ثاني طبقة هي ال، وثالث طبقة هي ام، وإلى غير وهناك طبقات أخرى. في هذا الدرس أو في هذا المستوى الجدل المشترك العلمي سنتوقف أو سنكتفي فقط بدراسة الثلاث الطبقات الأولى. تحتوي طبقة إلكترونية سواء ك ال او ام او الى غير ذلك على عدد معين من الالكترونات، واي طبقه قريبه من النواه كتكون اكثر تمسكا بالنواه واكثر قوه، عندها واحد القوه مع النواه. مثلا الطبقه ك هي الاقرب من النواه كتكون اكثر ارتباطا واكثر قوه بالنواه، وال اكثر ارتباطا ولكن بمقارنه مع ك اقل الى غير ذلك. لأن الإلكترونات التي تنتمي إلى الطبقة ك كما قلنا أي الأقرب إلى النواة هي الأكثر قوة والأكثر ارتباطا بالنواة. كما تلاحظون في الشكل عندنا النواة في الوسط، عندنا الطبقة الأولى اللي هي قريبة من النواة وهي ك، عندنا الطبقة الثانية وهي ال، وعندنا الطبقة الثانية هي ام. كما أقول وأشدد أنه لا توجد فقط ثلاث طبقات بل هناك طبقات أخرى، ولكن في مستوى في هذا المستوى سنكتفي فقط بالطبقات الثلاث الأولى، وسنقتصر أيضا فقط على دراسة الذرات ذات العدد الذري محصور بين 1 و18، يعني فقط الذرات اللي عندها العدد الذري ديالها 1، 2 إلى 18. الآن سنعرف هذه الطبقات كم هو العدد المسموح لكل طبقة ديال الإلكترونات. توزيع الإلكترونات على الطبقات الإلكترونية. القاعدة الأولى، كاينين قواعد كيفية توزيع الإلكترونات على الطبقة، كاينين قاعدتين أساسيتين. القاعدة الأولى ماذا تقول؟ كل طبقة من الطبقات ك ال ام تتسع لعدد معين من الإلكترونات. طبقة ك كتهز لنا الكترونين، يعني تكتفي فقط بالكترونين. طبقة ال 8 الكترونات، والطبقة ام 8 الكترونات. إذا شنا المجموع ديال طبقات الالكترونات اللي كاينين في الطبقات ثلاثة؟ جوج زائد 8
زائد 8 اللي كتعطيني 18. هذاك الشيء علاش في الفقره السابقه قلنا سنكتفي فقط بدراسه الذرات ذات العدد الذري زاد ما بين 1 و 18، يعني غنعمر فقط 18 الكترونا ونكتفي. اذا توزيع شكل اخر، طبقه ك تمتلئ بالالكترونين، طبقه ال 8 الكترونات، والطبقه الاخيره اللي هي ام تمتلئ ب 8 الكترونات. القاعده الثانيه الان للمد، لا يمكن الانتقال الى الطبقه المواليه حتى تصبح الطبقه التي قبلها مشبع. مثال، عندنا واحد الذره فيها 8 الكترونات، بغينا نوزعوا هذه الالكترونات على طبقات. كما قلنا كتهز لينا جوج الالكترونات، بقاو عندي 6 الالكترونات، واش نحطهم في ال وفي ام؟ ما يمكنش نحط هنا شويه هنا شويه. كما قلنا الان لا يمكن الانتقال من طبقه حتى تمتلئ الطبقه التي قبلها، وعندما تمتلئ طبقه عن اخرها نقول عنها انها طبقه مشبعه. نعم، كما تلاحظون عندما تحتوي الطبقه الالكترونيه على العدد الاقصى من الالكترونات نقول انها مشبعه. اذا الان فقره اخرى، البنيه الالكترونيه هي تابعة للتوزيع الالكتروني. البنيه الالكترونيه ماذا نقصد بها؟ البنيه الالكترونيه ذره هي تحديد عدد الالكترونات في كل طبقه، اي ان كل طبقه كم هي الالكترونات التي تحتويها في هذه الذره. لتمثيل البنيه الالكترونيه لذره نضع رمز الطبقه الالكترونيه ك ال او ام بين قوسين، ونكتب عدد الالكترونات التي تحتوي هذه الطبقه في الاعلى على اليمين، مثلا ال 6. مثلا عندي واحد الطبقه كمثال، عندي واحد الذره في الطبقه ال هذا 6 الكترون، اذا كنوضع الطبقه بين قوسين والعدد الالكترونات التي تحملها في الاس على اليمين. نعطي واحد المثال، مثلا عندنا ذره الكبريت للرمز ديالها وهو اس، والعدد الذري ديالها هو 16. اذا هذا العدد الذري كما قلنا راه هو عدد البروتونات، ولكن في البنيه الالكترونيه فنحن الالكترونات هي التي نقوم بتوزيعها، ولكن عندما تكون الذره كما قلنا سابقا بان الذره محايده كهربائيا فعدد البروتونات هي عدد الالكترونات. اذا فهذه الذره عندها ثلاث طبقات، وهي الطبقه ك، الطبقه ال، الطبقه ام. كما قلنا سابقا بان كل طبقه تشغل او تكتفي بعدد معين من الالكترونات وعدد محدود، الطبقه ك تكتفي بالكترونين، الطبقه ال تكتفي ب 8 الكترونات، الطبقه ام تكتفي كذلك ب 8 الكترونات، ولا يمكن ان نمر الى طبقه حتى تصبح الطبقه التي قبلها طبقه مشبعه. اذا ذره الكبريت عندها 16 الكترون، اذا التوزيع الالكتروني ديالها وهو ك 2 ال 8 ثم ام 6. عندما يكون سؤال اعطي التوزيع الالكتروني، معناه اعطي هذه الصيغه، يعني اعطي رموز الطبقات مع الالكترونات. كما تلاحظون المجموع ديال الالكترونات عندي 2 زائد 8 زائد 6 وهي 16، وذره الكبريت تحتوي على 16 الكترونا. اذا خلاصه لهذا الشيء، كما قلنا الذره مرت بعده مراحل، مرت بالمرحله الاغريقيه او المرحله اليونانيه والتي كان فيها ديموقريطس، وهو الذي اول من قال ان الذره نظريا ان الذره هي العنصر الذي لا يمكن او الجزء الذي لا يمكن ان يتجزا. بعد ذلك اتى تومسون والذي بين تجريبيا واثبت تجريبيا، وهو الذي اكتشف الالكترونات واول من وضع اول نموذج للذره، وقال ان النواه والالكترونات تتداخل فيما بينها بطريقه عشوائيه. بعد ذلك اتى تلميذ تومسون وهو ريدرفورد الذي حاول ان يوضح او يوضح اكثر نموذج تومسون، وقال ان الذره كذلك تحتوي من على نواه موجبه الشحنه والكترونات تدور حولها، ولكن بين النواه والالكترونات هناك فراغ
ثم بعد ذلك أتى نيل بور والذي شبه الذرة بالمجموعة الشمسية، حيث الشمس هي النواة والإلكترونات تدور حولها كمثل الكواكب، وهذه الإلكترونات تدور حول النواة وفق مدارات محددة. وبعد ذلك أتى النموذج المتداول حاليا والمعروف بالنموذج الاحتمالي، وهو نموذج شرودينجر، والذي نفى إمكانية أو احتمالية التعرف أو تحديد مكان إلكترونين بالضبط، وقال أن الإلكترون لا يمكن تحديد مكانه بل احتمالية وجوده في مكان معين. ثم تعرفنا أيضا على أن الذرة محايدة كهربائيا، وهذا معناه أن الذرة أو البروتونات وعدد البروتونات يساوي عدد الإلكترونات لهذه الذرة. وقمنا أيضا بحساب كتلة الذرة، وقلنا أن كتلة الذرة هي مجموع كتل البروتونات زائد كتل النيوترونات زائد كتل الإلكترونات، وقمنا بإهمال كتل الإلكترونات نظرا لكتلتها المنعدمة أو المهملة أمام كتلة البروتونات، وبالتالي أصبحت كتلة الذرة هي أم كتساوي زائد أم بي زائد ناقص زائد في أم أن. وكذلك تعرفنا على التوزيع الإلكتروني والطبقات الإلكترونية. الآن سننتقل إلى تمرين تطبيقي. في الطبيعة توجد ذرات مختلفة، هذه الذرات على شكل O17-8 O16-8 O18-8. السؤال الأول وهو ماذا تمثل هذه الذرات؟ وعلل جوابك. كما تلاحظون بأن هذه الذرات كلها تحتوي على نفس العدد الذري زد O8، ولكن الاختلاف أين يوجد؟ فهو يوجد في العدد النويات، أي عدد النوترونات. الأولى عندها 17 نوية، الثانية عندها 16 نوية، والثالثة عندها 18 نوية. إذن هذه الذرات تمثل أو تسمى النظائر، نظرا لأن لها نفس العدد الذري زاد وتختلف باختلاف عدد النويات. السؤال الثاني، اعطي البنية الذرية لكل ذرة من الذرات السابقة. ما مقصود بالبنية الذرية؟ وهي المكونات لكل ذرة. الذرة الأولى تتكون من 8 إلكترونات 8 بروتونات و 9 نوترونات. الذرة الثانية 8 إلكترونات 8 بروتونات و 8 نوترونات. الذرة الأخيرة 8 إلكترونات 8 بروتونات و 10 نوترونات. سؤال موالي، تتحول ذرة الأكسجين إلى أيون باكتسابها لي إلكترونين. إذن في هذه الحالة فذرة الأكسجين تكتسب إلكترونين، إذن أصبحت تسمى أنيون. السؤال الأول، اعطي رمز هذا الأيون وأحسب شحنته بدلالة الشحنة الابتدائية E وأحسب قيمتها. إذن رمز هذا الأيون بما أنها تكتسب إلكترونين إذن أصبح رمزها O دوموا. شحنة هذا الأيون هي ناقص جوج E اللي كتساوي ناقص 2 في E اللي هي الشحنة الابتدائية، ناقص 2 في 9.11 في 10^-19 اللي غتعطيني القيمة ديال ناقص 1.8 في 10^-18 كولوم. سؤال ثالث وهو اعطي البنية الإلكترونية لكل من ذرة الأكسجين والأيون الناتج عنها كل على حدة. إذن كما قلنا باللي البنية الإلكترونية والتوزيع الإلكتروني اللي كنبغيو نقومو به، كناخذو الطبقات الإلكترونية وكنوزعو على الإلكترونات ديال هاد الذرة. إذا عندي ذرة أكسجين تحتوي على 8 إلكترونات، إذا سنكتفي فقط بطبقتين، هما الطبقتين الأولويتين ك و ال. إذا ذرة الأكسجين البنية الإلكترونية ديالها وهي ك 2 و ال 6، 2 زائد 6 8 هي عدد الإلكترونات. وأي الأكسجين بما أن ذرة الأكسجين اكتسبت إلكترونين إذن لم يصبح عندها 8 إلكترونات بل أصبح عندها 10 إلكترونات. إذن البنية الإلكترونية ستصبح ك 2 ال 8 لأنها اكتسبت إلكترونين. سؤال آخر، ماذا تستنتج بالنسبة للطبقة الخارجية لكل منهما؟ الطبقة الخارجية المقصود بها هي آخر طبقة قمنا بملئها. بالنسبة لذرة الأكسجين الطبقة الأخيرة وهي L، وبالنسبة لأيون الأكسجين كذلك الطبقة هي L. بالنسبة لذرة الأكسجين الطبقة L فهي مملوءة فقط بستة إلكترونات، أما أيون الأكسجين فطبقته ممتلئة بثمانية إلكترونات. إذا نقول عن أيون الأكسجين أنه يحتوي على طبقة خارجية مشبعة لأنها امتلأت بالعدد الكافي أو العدد الأقصى من الإلكترونات عكس ذرة الأكسجين.
إذا كما قلنا نستنتج أن الطبقة الخارجية لأيون الأكسجين هي طبقة مشبعة. إذا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية درسنا اللي هو نموذج الذرة، ونتمنى إن شاء الله أن يكون درس مفهوم، ونلتقي في حصة النهاية ولا من جد الرديف. إذا نستنتج كما قلنا أن الطبقة الخارجية لأيون الأكسجين هي مشبعة لأنها ممتلئة عن آخرها بثمانية إلكترونات. إذا أعزائي التلاميذ وصلنا إلى نهاية درسنا اللي هو نموذج الذرة، ونتمنى أن يكون الدرس مفهوم، وإن شاء الله نلتقي في درس مقبل بإذن الله.